ننتقل هذه المرة إلى العاصمة النمساوية فيينا مع مراسلنا خالد أبو بكر. صباح الخير يا خالد. بداية خليني أبتدي معك سياسيا، يعني عايزة أعرف إيه تطورات أو كيف تتابع ربما الصحف النمساوية أو حتى الشارع اليوم تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة كنا سمعنا في الفترة الماضية عن احتجاجات تمت في النمسا يعني تعارض ربما تدخل الناتو في موضوع طبعا الحرب الأوكرانية. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. بالفعل الحرب الروسية الأوكرانية عنوان كبير جدا وبشكل يومي في الصحافة النمساوية، واليوم بعيدا عما يجري على جبهات القتال لفت نظري مقابلة مهمة جدا أجراها صحيفة كونترا مع الخبير الاستراتيجي هانس غارتنر. هذا الرجل تحدث عن مستقبل هذه الحرب، الجميع مستغرق في يوميات القتال ولكن لا احد يتحدث عن نهايه النفق. هذا الكبير في الحقيقه رشح النمسا بدورها التاريخي باعتبارها من اصوات السلام القويه جدا في العالم لان تدعو روسيا وتدعو اوكرانيا الى مؤتمر للسلام تستضيفه في يومها. وقال ان النمسا لعبت هذا الدور في الماضي عندما اندلعت حرب استمرت 25 عاما في اوروبا ما بين فرنسا في اعقاب الثوره الفرنسيه وما بين مناطق اخرى كبيره في اوروبا، فيينا كانت هي نقطه الجذب التي نجحت في عقد مؤتمر فيينا في سنه 1815 الذي انهى تلك الحرب ووضع ترتيبات جديدة للأمن. ينطلق ذلك الخبير من أن الحرب الروسية الأوكرانية بوضعها الحالي لن تحسن لمصلحة طرف، فلكي يتم حسم هذه الحرب لمصلحة روسيا بحسب قوله لا بد أن تستخدم روسيا السلاح النووي وهو خط أحمر ومحصور، ولكي تربح أوكرانيا الحرب على أوروبا أن تدعمها بقوات برية وهذا أيضا محصور. وبالتالي هو يرى ان الحرب ستطول ما لم يتم دخول بلد حايد مثل النمسا يدعو الافرقاء المتحاربين الى مؤتمر للسلام يتم فيه التفاوض على انهاء هذه الحرب ستطول امدها وستدفع اوروبا ويدفع العالم ثمن ذلك باستمرار.